لكن مجاهدات الإنسان ومحاولات الإنسان لفك الأغلال الشيطانية في الدنيا يؤجر عليها، حتى لو وقع 1000 مرة 100 مرة يعني 1000 مليون مرة. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا. يعني أنا وقعت في الذنب بعد رمضان، أنا لسه خارج من رمضان وقعت في الذنب، توب إلى الله سبحانه وتعالى. تبت إلى الله ثم وقعت في 10 أيام، وقعت في الذنب 4 مرات 5 مرات، إن الله لا يمل حتى تملوا. هذه اللحظة التي تصل فيها إلى الملل من التوبة، هذه اللحظة هي لحظة انتصار الشيطان عليك، انتصار الشيطان عليك. هذه اللحظة، الملل من فك الأغلال التي يضعها الشيطان على عنقك، هذه اللحظة هي لحظة انتصار الشيطان. كلما وضع يعني أي شيء من الأغلال أو السلاسل أو العقد، لابد أن تكسرها، لابد أن تفك هذه العقد. أسأل الله عز وجل أن ينجينا من فتن الشيطان، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها.